أهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أنهى المواطن طارق أبو جواعد من بلدة دورة بالخليل اعتصامه الذي دام نحو شهر أمام مجلس الوزراء بعد قرار وزير العدل علي مهنا بتوظيفه. وأزال أبو جواعد الذي يعاني من إعاقة في أحد أطرافه اليافطات وبقايا اعتصامه من أمام مجلس الوزراء للمطالبة بتطبيق المادة رقم 10 من قانون العمل الفلسطيني، والتي تنص على تخصيص نسبة 5% من الوظائف في الدوائر الحكومية لصالح المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة. أكدت النائب خالدة جرار أن المجلس التشريعي أخفق في أداء دوره المطلوب منه وتلبية متطلبات وآمال المواطنين، مشيرة إلى أن المجلس التشريعي أصبح جزءا من حالة الانقسام رغم محاولات بعض النواب العمل على شكل مجموعات ولجان. وأكدت جرار خلال برنامج ساعة رمل الذي ينتجه ويبثه تلفزيون وطن بالتعاون مع مؤسسة فلسطينيات أن غياب المجلس التشريعي وعدم قيامه بدوره المنوط به ليس مبررا لأحد لانتهاك القانون والحريات العامة وحقوق الإنسان. وفي الشأن الداخلي، نصبت اليوم وسط مدينة رام الله خيمة رمزية لحملة لازم تزبط، تعلوها ساعة ورقية أبدعها شباب الحملة للإشارة للعد التنازلي الخاص بالمهلة المحددة لتشكيل حكومة التوافق الوطني باقي من الوقت 8 أيام. يشار إلى أن حملة لازم تزبط حملة نسوية شبابية تهدف للضغط على القيادة السياسية لتطبيق اتفاق المصالحة الأخير باتجاه إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية لمواجهة الاحتلال. سياسيا، ذكرت صحيفتها آرتس العبرية أن بلدية الاحتلال في القدس وبالتعاون مع وزارة السياحة الإسرائيلية سترصد 4 ملايين شيكل لمشروع إسطاني جديد في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك تحت يافطة تشجيع السياحة في البؤرة الإسطانية مدينة داود في إطار المشروع الاحتلالي الحديقة الوطنية. وقال الموقع أن لجنة المالية في بلدية الاحتلال أقرت في الأسبوع الماضي تحويل ميزانية قدرها 1.1 مليون شيكل إضافة إلى 900 ألف شيكل سبق وأن تم إقرارها في نهاية العام الماضي، فيما ستحول وزارة السياحة الإسرائيلية 2 مليون شيكل هي الأخرى. ميدانيا، شارك العشرات من أهالي الأسرى وممثلو الهيئة القيادية العليا لشؤون الأسرى ومتضامنون في الاعتصام الأسبوعي الذي ينظم في مقر الصليب الأحمر بمدينة البيرة. ومن بين المشاركين الأسير المحرر الشيخ خضر عدنان الذي أكد على ضرورة مواصلة الفعاليات التضامنية بخاصة مع الأسيرين محمود السرسك وأكرم الرخاوي المضربين عن الطعام. ونختم الموجز بهذا الخبر. تجمع 20 موسيقيا فلسطينيا وعربيا وعالميا من دول عدة وأجيال مختلفة وخلفيات ثقافية متباينة في إطار مشروع يحمل عنوان موسيقى بلا حدود بمبادرة من مؤسسة الشرق والمسرح والراقص. وانطلقت العروض التي تدمج ما بين الموسيقى الفلسطينية خصوصا والعربية والشرقية على وجه العموم مع أنماط متنوعة من الموسيقى الغربية بأشكالها المختلفة مساء أمس على مسرح قصر رام الله الثقافي، حيث تفاعل الجمهور بحماسة مع العروض المقدمة في الأمسية الفنية. نهاية الموجز. لمعرفة المزيد من التفاصيل بإمكانكم زيارة موقع وطن الإلكتروني وطن.tv. أما الآن فدمتم برعاية الله وإلى اللقاء.